راسلنا هنا من ساحة التحرير بدر الركابي، ورحب بك أجمل ترحيب، مبارك لكم الفوز ومبارك للجماهير، وأكيد الأجواء ما زالت لديك جميلة والجماهير يمكن بعدها فرحانة وسعيدة، تفضل بدر. نعم نور، مبارك لك، مبارك للضيوف الأكارم، مبارك لجميع سيدات والسادة المشاهدين، جميع من يعمل بالقناة بفوز المنتخب العراقي وحصده بهذا اللقب المهم والتتويج بهذه البطولة المهمة التي استضافها العراق بهذه الحفاوة بهذا الجمال. اليوم انت ذكرت انه انا متواجد بساحة التحرير، جوز اصدمك، احنا حاليا ما متواجدين بساحة التحرير، احنا مو ببغداد بالاجواء اللي دا نعيشها، نعم، بالحماس اللي موجود، وكانما احنا بالباصرة. صحيح. اليوم وكانما احنا وين؟ احنا بشارع الكورنيش جوار تمثال السندباد. الاجواء اللي موجودة اليوم حاليا بساحة التحرير والاحتفالات والمفرقعات وهلاهل النساء والهتافات اللي موجودة من الرجال من الأطفال من الشباب، تخليك وكأنما أنت عايش أجواء البصرة، وكأنما احنا موجودين داخل البطولة، وكأنما احنا قريبين من الملعب. يعني خلينا أنا أسولف وياك ونراوي المشاهد الكريم هذه الاحتفالات، هذه الشباب حاليا اللي قاعد يحتفلون مثل ما تشوفهم، نعم، تاركين سياراتهم يحملون الاعلام العراقيه، الكل متونسه، الكل فرحانه، يعني خلينا نلتقي بواحد من الشباب ونسولف وياه. فرحانين اخوي. عليكم السلام ورحمه الله. سولف لي الفرحه. فرحانين عز العراق. هاي الفرحه ان شاء الله تدوم على الشعب كله. الهم كله ان شاء الله يروح من هذا البلد. شفتوا تتجول بالشارع مرتاحين والحمد لله والشكر خير من الله. فضل فضل الحكومه والاجهزه الامنيه. الحمد لله والشكر. شو شفتوا اداء المنتخب؟ والله فرحانين ان شاء الله، ويا رب كل سنه تنعاد هاي السالفه يعني، واتمنى كل دول الخليج تجي، حتى لو يعني مو صار العاب او يعني كاس الخليج 25. تمام. رسالة الاحزاب، خلونا نفرح، خلونا نفرح، نريد عمرو الشعب يستحق الفرحه، خلونا نفرح، عمرو البلد، اطول الشباب. عاش عاش العراق. بالنسبه لهذا الفوز انا اعتبره مو فوز المنتخب، هذا فوز الهي، لان الشعب محتاج هاي الفرحه. اذا ترجع على الاداء مال المنتخب، ترى مو هذا المنتخب اللي مراهنين عليه احنا بالبطولات، والمدرب تعرف التجديد بعد ما يعرف الطاقات. هو ذكر المدرب بالبدايه، تدري انت تتذكر التصريحات. صحيح. قال انه احنا يمكن ما راح هدفنا من الفوز مو الظفر بالبطوله. صحيح. البطوله. صحيح. لكن فاجئنا يجوز المنتخب. والله المنتخب فاجئنا بهذا الاداء الصراحه، يعني مباراه النصف النهائي كانت افضل اداء يعني، لكن الله اراد ان يفرح الشعب العراقي. يعني هذا شوف العالم كلها مقهوره، هذا المقدم شهيد، وهذا اللي تلقى قرايبه توفى جوز راح للعبه، هذا ما راح تسد العالم هاي، والله ان شاء الله ويانا العراقي، لان احنا ناس مظلومين. ويعيش العراق. شكرا. يعيش العراق. هذه هي الاجواء حاليا اللي موجوده بساحه التحرير. زميلي بدر، يمكن اليوم التفاعل، إذا تسمعني زميلي بدر، زميلي بدر تسمعني؟ بدر زميلي بدر تسمعني الآن؟ Yeah.
بدر الان. نعم اسمعك زميل عمر. نعم نعم عفوا نور. الاجواء جميله بالتاكيد، اجواء جميله. اليوم شلون شفت تفاعل الجماهير؟ تفاعل الجماهير اليوم في المباراه كان صعب، وظروف دراماتيكيه كانت بصراحه. انا ذكرت لك قبل شويه نور انه احنا وكانما عايشين اجواء البصره. نعم. من نشاهد هذه الاحتفاليات، من نشاهد مشاركه الناس وفرحتهم، وكانما احنا داخل البطوله. نعم. وكانما احنا موجودين داخل محافظه البصره، وهذه هي فرحه الناس. خلينا نسولف انا وياك. يلا سولف لي ويا الجماهير. خلينا نشوف الجماهير. عليكم السلام. الف مبروك للمنتخب العراقي، وان شاء الله يوم الاسيويه وفرحه للعراقيين. مبروك المنتخب العراقي اللي حصلوا على كاس العالم النسخه الرابعه 2023. والله اداء المنتخب يفوز ياخذ البطوله ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا ادينا مباراه جيده قدام الفريق العماني، حققنا الى ما اراد الجمهور، شفنا الجمهور الفرحه العراقيه، بس احنا بغى نفرح، بس بغى المنتخب يفرحنا ان شاء الله. كاس اسيا نجيبه ان شاء الله. شكرا لكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مبروك نهني الشعب العراقي بهذا الفوز العظيم على عمان خليجية 25، وهني الشعب العراقي. شو شفت استضافة العراق لهذه البطولة؟ بطولة تخبل، بطولة جيدة، ونطلب من رئيس الوزراء يسوي لنا ملعب بخير في بغداد. لكم ملاعب وتطوير بنى تحتية. تطوير ان شاء الله على السنة الجديدة، هاي السنة نطلب من الوزير. سمعونا شيء على فوز المنتخب. هديتها شيء. كاسنا وما نطير، كاسنا وما نطير، كاسنا وما نطير، كاسنا وما نطير. ان شاء الله فوز مبارك، ان شاء الله العراقيين والمنتخب ما قصروا، ان شاء الله والفوز للعراق يبقى المنتخب. شكرا لك. شكرا لك نور. مثل ما شاهدت هذه هي الفرحه، هذه هي الجماهير. خلينا انا وياك نتجول شويه يلا وننتقل ل شوفنا الاجواء اللي عندك شارع السعدون. نعم نعم. انت تشاهد انه الاحتفالات ما مختصره بس على المواطنين وهم بيجولون حاليا بساحه التحرير، لا حتى السيارات اليوم الجميع يحمل الاعلام العراقيه وايضا محتفل، فبالتالي اليوم الفرحه كبيره، الجميع حاضر، العوائل العراقيه كلها خرجت في الشوارع، الكل محتفله، المشاهد كبار صغار، العوائل الشباب الاطفال، الجميع حاضر اليوم حتى يشاركون هذه الفرحه ويعيشون هذه الاجواء. زميلنا عمر اذا امكن يعني تصور لنا النفق ونشاهد حاليا هذه المركبات والسيارات وشلون هي حاليا تحمل الاعلام العراقيه وتحتفل بهذه الاجواء. يعني مثل ما تشوف هذا حاليا. نعم. اجواء جميله تعيشها العاصمه بغداد بالتاكيد. اتجاه شارع السعدون. نعم فعلا فعلا نور، الاجواء جميله، اجواء بغداديه حلوه، جميع فرحان، مثل ما شاهد العوائل العراقية أيضا حاضرة، بالتالي هي أجواء جميلة، وهذا اللي يخلي اليوم الفرحة تكتمل بخروج العوائل. اليوم الناس اللي حاضرة بساحة التحرير نور هم مو فقط الشباب، شريحة الشباب، مثل ما تعرف الجمهور الرياضي عندنا جمهور قوي، اليوم شاركوهم أيضا العوائل العراقية النساء. نعم. بالتالي هذا اللي يضاف جمالية اليوم لساحة التحرير، مثل ما شاهد حتى الأصغار بالعمر اليوم حاضرين. مساء الخير. مساء النور. فرحان بالفوز؟ اي فرحان. شلون شفت أداء المنتخب؟ ها؟ يعني زين. زين، كنت تتوقع المنتخب يفوز؟ اي أتوقع يفوز، لأن فاز على اليمن وفاز على السعودية وفاز على قطر. زين، شو تقول لهم هسه هم يشاهدوا؟ يعني شو الوعي بالمنتخب؟ التشكيلة شاركت يعني اليوم وفازوا بهذه المباراة. فرحتونا كلش بهاي النتيجة حلوة. يعني ما اعرف شو اقول لهم، يعني كل شيء قليل بحقهم. فرحان وما تقدر تعبر يعني؟ اي فرحان اي وقت الوصف. شكرا لك. مساء الانوار. يعني الف مبروك الفوز علينا وعليكم ان شاء الله يا رب. شلون شو توجهون رساله للمنتخب وهو والله طال وما قصروا وفرحوا كل الشعب، وان شاء الله منصورين. جاء محمد وال محمد سواهم الباي، سواهم الباي، سواهم الباي، سواهم الباي. نشكركم على هذه المرور الحلوه. الثاني سواهم الكود. عندنا جلاوي، عندنا جلاوي، عندنا جلاوي، عندنا جلاوي، عندنا جلاوي.
عندنا جلاوي جيب الكاس نجيبه وبغداد نهوس فيه جيب الكاس نجيبه وبغداد نهوس فيه جيب الكاس نجيبه وبغداد. شكرا لمروركم الجميل. مساء الخير. الله يخليك. شلون نشوف الفرحه اليوم؟ الفرحه ما تنوصف، هي احلى فرحتين لعبتنا ويا ايران وهاي اللعبه. زين كلش شنو الفرحه اليوم؟ فرحه ما تنوصف، الله شاهد. يعني صوتنا راح كل شيء راح، ونو بغداد الدنيا بارده. يا برد اكو برد؟ ما يهمنا برد، ما يهمنا برد، ماكو برد. هاي الفرحه ما تنوصف. واحنا اللي اسسنا الملعب، واحنا اللي نلعب، احنا اللي اسسنا الملعب، واحنا اللي نلعب. بس بس احنا لو وياكم واحد والكاس نجيبه، احنا لو وياكم واحد والكاس نجيبه، احنا لو وياكم واحد والكاس. وان شاء الله همي كاس اسيا هم راح نجيبه، وان شاء الله همي نلعب بغداد بالعراق العفو. اهم شيء البصره، بصرتنا عالميه. هاي البصره. نعم نور، هذه هي الفرحه، هذه هي الاجواء. خلينا نقترب من العائله ونشوف، ما اعرف اذا يسولفون او لا. مساء الخير حبيبي. انت وعائلتك اليوم نزلت الشارع، سولف لي، شاركونا الناس افراحهم. لا على مود فرحة العراق نفرح وياهم، ويعني مثل ما نقول يعني حتى الفقير فرح، حتى اللي ما يشتغل فرح بعراقه. يعني قررت انت والعائله الكريمه اليوم انه تحضرون الشارع وتشاركون هذه الافراح. اكيد اكيد اكيد، لان احنا فرحانين من كل قلب، مثل ما نقول بلدنا فرحانين بيه. شكرا لك. تعال عمو يستحي شوية، تدري الصغار بالعمر يستحون شوية. صحيح صحيح. يقفون قدام الكاميرا. نور، هذه ساحة التحرير، الألعاب النارية. نشوف المفرقعات. زين، وهذه الألعاب النارية، الجميع مستمتع. يعني أنا كنت أسولف قبل شوية نور ويا الجماهير، قالوا اليوم الفرحة للصبح. فرحة للصبح إن شاء الله. شكرا لنا أسود الرافدين، شكرا، نشكرهم من كل قلبنا. وهاي الفرحه ما نعرف بمن انجازهم، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله وبعد تطوير اكثر واكثر. شكرا للعراق، شكرا لمن ساهم بنجاح البطوله، شكرا للخليج العربي، شكرا الى خالد جاسم، شكرا لهم كلهم، هم سبب نجاح البطوله. الف مبروك للعراق، الف مبروك، مبروك. شكرا لك نور. نتجول شويه حتى نقترب أكثر، اقترب اكثر بدر. اي اقترب، شوف لنا العوائل. نعم، الاجواء اللي موجوده، وحتى نشوف ايضا الحضور الكثيف اللي موجود بالقرب من ساحه التحرير. بالتالي هي هذه الاجواء الحلوه اللي موجوده حاليا. زميلنا عمر يعني اذا صور لنا النفق، وايضا نشوف حتى كثافه السيارات واللي يجولون حاليا بالعاصمه حتى يشاركون هذه الفرحة. تشوف هذا حاليا الزخم من السيارات. نعم، بالتالي هذا دليل على فرحة البغداديين. أكيد. وأيضا عندنا عدد من الجماهير أيضا موجودة على حافة النفق. نعم، وأيضا محتفلين بهذه الأجواء. تعرف نور، إحنا حاليا يعني بأقصى درجات البرودة طبعا، وهذه أبرد أيام الشتاء، ومع ذلك ناس محتفلة ما هي ماشي، ما حاسب البرد صراحة. صحيح، هذه وياك أتفق. أكيد اليوم هذه الفرحة هي اللي خلت الناس اليوم تنسى البرد، وهي اليوم عايشة هذه الأجواء الحلوة. يعني من انتهت المباراة ولحد الآن المفرقعات ما وقفت طبعا، بالتالي هذا دليل إنه الأجواء الحلوة هي اللي خلت الناس اليوم تنسى البرد. هذا العلم العراقي حاليا. نعم، تشوفه هذه المساحات، والجميع يحملون العلم العراقي ويحتفلون بهذه المناسبة الجميلة. نعم، تدري نعم، عوائلنا الكريمة أيضا حاضرة، وبالتالي هذا اللي يخلي الفرحة اليوم حلوة بالعاصمة بغداد، ويخلي الناس اليوم متونسة. وأيضا يعني حتى ذكرنا أنه بأكثر من مرة أنه اليوم الفرحة قد ما تقتصر على وقت محدد. رجال الأمن والمرور كيف كان التفاعل مع الناس؟ يعني خلينا ننتقل للسيارات ونسمع من عندهم هسه شوية، حتى نسمع من عندهم أيضا فرحتهم، ومن بعد نسولف وياك على يلا أجواء حركة المركبات. السلام عليكم. السلام حاليا أنتم على البث المباشر. الله يسلمك. طالعين بالسياره متونسين، سولف الفرحانين ومتونسين. شو
متوقعين ان والله اللعبه كانت كلش صعبه وحلوه صراحه. تفاجئنا يعني بالمستوى، مستوى المنتخب. الحمد لله المهم فزنا والكاس لنا الحمد لله. شكرا. الله يسلمك. يلا حتى لا ننسى ازدحامات كبيره في الشارع. السلام عليكم. مبروك للعراق، هذا انجاز عظيم. شكرا عدنان درجال، شكرا معالي الوزير، الحمد لله والشكر. هذه كرة القدم الذي توحد الشعب، الحمد لله والشكر. مبروك للعراق. بغداد شلون هالاجواء؟ الاجواء جدا ممتعه الحمد لله والشكر. فهذه الوسيله الوحيده الذي توحد الشعب والذي تفرحنا، الحمد لله والشكر. شكرا للعراق، شكرا للاعبينا، شكرا عدنان درجال، شكرا للقائمين على هذا الحفل الرائع. مساء الخير. مساء الخير بعد قلبه. نهني الشعب العراقي بهذا الفوز على نظير العماني. نحن العراق وبهذا الفوز وان شاء الله تتم الافراح العراقيين، وندي هذا الفوز الى شهداء الافراح الذين ضحوا امام الملعب. يا بعد قلبك وسلامتك. نعم نور، خليها تركب شويه ويا الصوره. شاهد هذه الاحتفاليات حاليا وهذه الصوره الجميله اللي موجوده حاليا هنا بالعصر بغداد. أعزائي المشاهدين مثل ما تشاهدون هذه الأفراح الآن في ساحة التحرير ومناطق القريبة بالقرب من مقتربات ساحة التحرير. الجماهير عن بكرة أبيها تخرج إلى الشارع بالسيارات أو راجلة، وبالتالي هذه الفرحة تعم عاصمة بغداد وتعيد إلى الأذهان فرحة 2007 أمم آسيا، كيف كان الوضع آنذاك. ولكن الجميع خرج في الشارع فرحا بفوز المنتخب الوطني والتتويج بلقب أمم آسيا. الآن هذه الصورة من جديد تعيد إلى الأذهان نفس صورة أمم آسيا، ويا رب يديم الأفراح على هذا البلد، لأن البلد بلدنا يستاهل هذه الفرحة وشعبنا يستاهل هذه الفرحة. نتمنى إن شاء الله تدوم هذه الأفراح. ونترككم زميلي بدر، اليوم هذه الأفراح جميلة جدا بالتأكيد، وأجواء كانت رائعة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال في العراق. لكن أسألك اليوم، تفاعل رجال الامن، تفاعل رجال الامن مع الاحداث ايضا، يعني شفنا رجال المرور، شفنا كثير من شباب الجيش او الشرطه ايضا كانوا يتفاعلوا ويا المباراه. ادري الله يعينك. حلوه الاجواء، حلوه اللي موجوده هي غطية حاليا على الاجواء اللي موجوده. نعم وايضا حتى اليوم تعاون القوات الامنيه هو تعاون مرن تدري كذا. شوف هذا اللي يقول كابتن شيري، بس شوفه كثافه الاعداد اللي موجوده زميلي. نعم. هي اللي تخلي اليوم هاي الناس تنسى يجوز بعض الملاحظات السلبيه، يجوز الزخم الشديد في المركبات بسبب الفرحه، وبالتالي هي فرحه أجواء جميلة، أجواء جميلة. على إيران. طبعا زميلنا بدر الركابي في هذه الاجواء يمكن شويه الله يعينه، لان الزحمه ايضا الازدحام الشديد في هناك مع الجماهير والافراح.
الثلاثه من اللي يشوفون. الشباب فرحانه من كل قلبها، الناس فرحانه من كل قلبها. ختمه خوش ختمه هذا المشجع. يعني بالاخير الجمهور يطلع كل شيء من عنده، هو فرحان ده يعبر بعفويته بما يشاهده بما يشعر به بعد هذا الفوز، يريد يتفاعل، وكل من يتفاعل بطريقته الخاصه. لكن بالمجمل بالاخير هذه فرحه عراقيه بكل تفاصيلها بكل عداوينها. زلنا هنا في ساحه التحرير من العاصمه بغداد بدر الركابي. زميلي بدر، اكيد الاحتفالات بعدها، العراقيين من صعب اليوم رجعون للبيت من وقت. هي احتفالات تحسها عرس نور. اي عرس، عارفين عرس، والله عرس. بغداد تشهد عرس. والعرس اليوم كلها مشتركه بي. نعم نعم. فرحه والكل مشتركه بهذه الفرحه. تعرف الناس متعطشه للبطولات، متعطشه لفوز المنتخب، متعطشه ايضا للفرحه. بالتالي اليوم كانت الفرحه فرحتي، يعني الفرحه الاولى باستضافه هذه البطوله والعوده لاحتضان الاشقاء للعرب، والفرحه الثانيه هي باداء المنتخب واللي توج بالفوز بهذه البطوله. نعم. بالتالي صارت فرحتين. نعم. هذا اللي خلى الناس اليوم تحتفل، هذا اللي خلى الناس اليوم مستمتعه بهذه الاجواء. تعرف حاليا احنا عبرنا منتصف الليل الساعه 12 ونص، مع ذلك الناس بعدها بالشوارع. صباح الخير. بعدها الناس محتفله. شوف الاعداد اللي داير ما دايري. بالتالي ايه صباح الخير. صباح الخير. من صباح الخير خلينا ننتقل. يلا انتقل. الناس ونقول لهم صباح الخير. صباح الخير. النور يا بعد قلبي، الله يحفظكم. 12 ونص. يا حبيبي للصبح. هاي فرحه. هاي فرحه، هاي ما تنوصف. هاي كاس الخليج هذه تحت صديق غير عراقيين اهل الغيره. زين، واقول اقدم انا للمنتخب العراقي وليمن ولمجد. زين، انا بديكم عندكم مشاركه. عندنا مشاركة وانا في خدمتك. زين. دمام قدامها، دمام قدامها، ايمن الاولى عز. ايمن الاولى عز. امجد الاولى عز. اما يضرب ضرب ويسحل على الهامة، ايمن الاولى عز. ايمن الاولى عز. ايمن الاولى عز. جيت احكي لكم واحكي بعداليه، يا واحد كم شهم ويعادل الميه. دمام قدامها ايمن الاولى، ايمن الاولى، ايمن الاولى. نسمع مشاركه. تحياتي. خادم من تريد؟ خادم انا، خادم مشارك. خادم عجبك تلعب ويانا، عجبك تلعب ويانا، واحنا على اللعب يا اخوي. واحنا على اللعب يا اخوي. عجبك تلعب ويانا، واحنا على اللعب يا اخوي. واحنا على اللعب يا اخوي. الاجواء الجميله اللي موجوده حاليا بالعاصمه الغالي تحت التحرير. شلونك عمو؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. اليوم بعدك موجود بساحه التحرير؟ موجود وما انسحب. للصبح؟ حلو ما انسحب. ويا رجال. ولد ولد تليفونك، خذ تليفونك. بس قبل الصبح؟ ويا من جاي؟ انا واخوي. توخر؟ ايه. شلون اشوف الاجواء والناس المحتفلة؟ خير. حلوة؟ حلوة. احتفلت التهم؟ ان شاء الله. احتفلنا هنا. اهم شيء نجاح البطولة، وطلع العراق مرفوع الراس قدام الدول العربية. وامان اهم شيء، هاي اهم من الفوز. هي هاي الصورة اللي كان رايد العراقيين يوصلوها. هاي. عن طريق التنظيم الجيد. وضيافتهم ومعزوبيتهم للدول العربية، هاي اهم شيء. هاي اهم شيء عندنا. شوف العراقيين وصلوا الصوره بشكل صحيح؟ ان شاء الله واكثر من الصحيح. هاي الدول العربيه كلها ما تسويها، بس عند العراق اهل الغيره اهل البزعه. تمام تمام. السلام عليكم. انا شغله واحده بعد الرجال، وهي اريد ملعب فد خمس ملايين. اقول اي نعم، ما يكفينا. خمس ملايين ما يكفينا. خمس ملايين تعرف شنو؟
اي ملعب خمس ملاعب لان انا ما يكفي ما يكفي وش مال 65 دور الناس تريد ملعب بخمس ملاعب والله ما اعرف ايش اقول لك يا دوب يكفينا ويكفي هذا العشر وهذا الاقبال يعني حتى الكامب برنابيو بعد ما يكفي ما يكفي طبعا ما يكفي العراقيين السلام عليك صباح الخير كل عام انتم بخير والشعب العراقي بخير بمناسبة هذا الفوز العظيم اللي قدموناه هذول الاشبال الشباب الحلوين ونهني انا من اعماق قلبي ما اقدر اشعب لك يعني بس هم اليوم ولو شويه خلخلونا تعبونا اليوم يعني اخر ثواني يقولون علينا بس نهني انا اهني الشعب العراقي بصوره عامه من شمال الى جنوبه اهني شو شفتوا تنظيم البطوله؟ التنظيم جيد جدا و يعني انا اذا اعبر لك في التعبير للبصره انه البصره الفيحاء طبعا انه قدمت هذا الدوري اللي كل عالم كل دول العالم ما عاد هيك تنظيم وهيك عزوبيه وهيك ترتيب اثبتوا العراقيين انه هم قدر هذه المسؤوليه وهذا التنظيم طبعا خلنا اقول لك انه الشعب العراقي معروف مو من هسه يعني من زمان من الثمانينات بالسبعينات من كان احمد راضي رحمه الله على روحه وعدنان الرجال ولا حسن محسن سعيد ها فهذا الشعب العراقي هذا اصيل سمينا عمر حداد ما نطير كازنا ما نطير كازنا ما نطير كازنا شكرا بدر الركابي زميلي بدر الركابي انا مضطر يعني اختم وياك شكرا جزيلا لتواجدك طوال هذه التغطية تعبناكم ويانا مراسلين الأعزاء بذلتوا جهود كبيرة شكرا لكم ولكل مراسلين بدر الركابي يمكن اليوم الختمة صارت وياك وختامها مسك إن شاء الله نتمنى لكم أفراح دائما شكرا لك بدر الركابي مراسل قناة التغيير هنا في العاصمة بغداد.